الفاتح البشر والأمن والجنة في صلاة وتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممالك الأوطان أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممالك الأوطان أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممالك الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأسماء والحمد لله الذي أخرجني من الأعدي والأزى وشجني وأفضل الصلاة وتسليمي على الذي قمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد لي طائف الكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت ربي الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستحليا بسره عن مدفعه مدحت خير الخلق من محرم إلى انتساف العام ذات كرم لو امتداحي في جمعة زانية منه وقادني قطوبا دانية لو صلاتي وسلامي من رجب لقلب ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا في المنتقى ذي الحصبي خير الورى بحر الندى ذي نصبي صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وعلي وصحبه وترفعي زائل لسام بر لا يرتفعي صل وسلم يا إلهي على خليلك من عبد الله وآله وصحبه والتذكره زائل سام والتنوير فكره يا من إليه بالكتاب ينقلب صل على الماحي من عبد المطلب في الآل وصحبه وزد تسليما وقل به للعلم والتهليما يا خير من كتب كل الراشم في قد الصلاة لابن هاشم وقل له تسليم في الآل مع شهاده وللمسرات مع يا خير جالب لرضا وخيرنا صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم وجل سروره دواما خلني وصلي بتسليم يا ولي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لخير جهتي تبلي الكرب يا مرحبا بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من محا توجه الأكدار نحوي فمها يا معطي النفح بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وعلي وصحبي وتحمدا كليتي دنيا واخرى تحمدا يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وعلي ما شهادي ابدا يا باقيا لكونه لي ابدا وعلي ما صحابي أبدا يا باقيا لكونه لي أبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن خالدي وآله وصحبه والأمنا وصحب كل يبه وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن شهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وأعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل صالحين قبلي يا باقيا لي قد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تمتد لي يا غافرا ستر ذي الجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزل وليقل خير قرا والنزل يا من محى عن الغيوب زيما صل على المختار من خزيمة
يا من ما أنزل عيوب زيما صل على المختار من خزيما وآله وصحبه مع السلام يا من يؤجه لخير المرام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على أمن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي الهدى من اختفى ومن زهر يا من به يغيثني لك ياس صل على من جدو إياس وآله وصحبه وسلم واصن به كل يتيم ظلمي يا من هبى بيمن بدر وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا لسام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمنا وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لخير ساق كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل الإسلام وسهد واذكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منان على ذي ازدان به أضنان وآله وصحبه ولبسطه منفعة تسرني تنبشطه وجل بحق وجهك الكريم زائل النظام مدخل التكريم وارفع مرليا إليك شاكرا لو وسافري بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المني سيدنا محمد والآلي وسهدي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وسلي ولي تجود بكل ما يسرني نبعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مسلما سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة ترفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام المنزل ميراتي دنيا المغرم مخلد خيراتي مع سلام المنزل ميراتي دنيا المغرم مخلد خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا الأخرى عاصما من علل أوصل صلاة بسلام ناني على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا ربنا صل صلاة كاملة على نبي ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللآلي يا قائدا لما يسرني هنا ولتقود ما يسرني هنا وكنت لي من زائر يوم إلى دخولي الجنة موطنا الإله ولصحابتي ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجاهي وليقت المددا مزهزها عنك كلي ترددا صل وسلم سرمدا على نبي سرور كل اقرب واجندي وعلي وصحبه يا من كفى كل يتي سوءا وفيضا وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا اكرم يا مكرم يا صل على المختار افضل الصلاه كما بجاهي وقيتني القرآن فرقت بيني وبين المفسدي جمعت بيني وبين المنجدي وحبت لي رضا به وظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وحبت لي صدق به كما أوتى به موادي خدمتي قبلتا لخدت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجاهي عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقول لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام في دوام مرتقي على الذي تغزته وسيلة لك وأوافع له وقيلا سيدنا محمد والآل وصحبه
بي في الحال والمعالي يا من قبلت هذه المقدمة مرلية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة سحابي والأئمة يا ربنا صل صلاة نافعة ما سألني وليتجر عافية مع سلام بلاء مع سلام بالبلاء يذهب إلى سواي لمنى يهب مع سلام بالبلاء يذهب إلى سواي لمنى يهب هل الذي هو الوسيلة لي إليك في دار نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي واذكر بجاهي عظيم خطي وهب لي رضا بخير سخطي واقبل بجاهي فيه البداية وهب لمن يقرأها الولاية يا من كفاني الشرك والفضولا يا من كفاني الشرك والفضولا وذنب ورياء وتضليلا صل صلاة قد تقيني أبدا اللك حيث ما اقتفى أو قد بدا مع سلام من قنوت يغني على النبي المصطفى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في سر والجار خديما مخلصا وهبت لي كوني عبدا مخلصا في سر والجار خديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل إذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من يقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد واله وصحبه ذل الهدى وجده كليتي ظرف الهدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والال وصحبه كل احمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرى والاخوى وعطني كون جميل اولياء احبتي فيك اضلت نيليا يا ربنا صل على من حنى لربه الجزء نبي الاصنى سيدنا محمد مع السلام واله مع صحابة الكرام رقيتني قلبي جدت ليا بخلق عادات فكرت عبسيا من اشتريت مالي التعت البيوع في اشتراء ودعا كل مطيع خواتري سكنت في رضاك كبيتني اللين مع عداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت صومي كصيام قومي كتابتي جعلت اكبر رضا لديك قدر وقيتني غير رضا يا من وعدت لي الامان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاه تجلب العطايا بها مهما الاخطايا صل صلاه تجلب العطايا بها مهما الخطايا واله وصحبه والتكفيني الى الجنان ما يجور لسفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وسهدي ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي لون هلا وسق وبزهره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت لي اتصالا وكرما وقيتني انخسالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يزمل على الذي به خلقت الخلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكمنة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكركلي سبيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يزين في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام لكي يكون شافيا في كل لكوني فوق جميع طملي سيدنا محمد والآل وصحبه يا معطي النوالي وقل صلاتي هذه لديه مرلية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نذيرها مع سلام حررا على الذي تغسطه
وزيرا إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وزابي الغرز بالمال يا من ديقات لي هدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشافة المبجل البهي سيدنا محمد والآلي وزادي يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام أرامي عبد الله الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وزادي عن الغمر أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فارق مبارك في وزيد فيه لم يشارك مع سلام فارق مبارك في وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وزادي عن أحوالي يا رب صل صلاة ناهرة على المزير على المنير ذي المسايا الباهرة يا رب صل صلاة ناهرة على المنير ذي المسايا الباهرة يا رب صل صلاة ناهرة على المنير ذي المسايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حسن ومعنى الذي رآه سيدنا محمد والآلي وصابي من قاد لي أعمالي وربي شرط ربي صدري كما لي حتى تفلا وزري ولي بي رفع تفلا ذكري ولي بي يسر تفلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لا تبشر على الذي بي أروم كلما أروم منك نبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راد لي أقتالي يا من كفى لي ذوي الضلال قبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت سميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير نبي كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي هداية خلبت سيدنا محمد والآل وسهبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفضل والفيض بلا حساب يا من بي أسمت من إخجاء إخلالي في العقل والأخوال والفهال يا ربنا قد صلاة وسلام إلى الذي محى الذنوب والمرام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمعالي يا رب زدني برسول علما وتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد صلاة وسلام إلى الذي أكرم بالانفسام سيدنا محمد سيدنا حبيبنا محمد والي وصحبي ومجدي يا من حيا يده مباركة جاءت يا من جل عن مشاركة يا من حرام بالصبر والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وباري سرمدا على نبي ورسول أحمد وآله وسعدي وعبده منظه تهد آخيا مننت عبد الخيار قبله والي وصحبي وعبده مننت عبد الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير نهوي بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي بي وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبي واسمي تلال سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجيد مع سلام لي يخلد المنن على الذي مع الأناء والفتن مع سلام لي يخلد المنن على الذي مع الأناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من له كل بلا مشاركة يا من وهبت مشركا ومشركا صل صلاة للجنان تجلبه ولعدو دون اللقيا تغلبه مع سلام قائد لما أحب إلى جنان مانيا ما لا أحب على نبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلده
بشارتي برجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون. يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وكل منتني. يا واهب تقريب الاتصال ومانع الأعداء كانفسالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبيه البروع فائدة مع سلام تجلب الهدايا إلى رسول من كفى هدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي من قاد لي سؤالي. يا رب صل صلاة تصيب لغير نحونا أزعف يذهب مع سلام بالمراديات على الذي لجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصحبي واصلني من الجدال. يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قلت القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي واصلني من انسفالي. يا ربنا صل صلاة طاردة كل هدو قبل قد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسولي له زيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنحو سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي زعفلا لديك واشكرا. يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة صاد سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي. يا رب صل صلاة تصيب لغير نحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تابلي به المنى بلا منام على نبي المنتقى مخدومي ولا لوصحبي ذوي تقديمي وجل به دار حياتي بشرى لو بكن لي بالمدى والبشرى لك شكوري زائد إنعمك ولا أزى ذات ديار منك. يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من أزنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد المبرى وآله وصحبه والتصريه إلى سواه ما يسوء ينصره. يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فتغلب. يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فتغلب. هذا الذي قال الرجال والنساء إليك ناصعا رئيسي رؤسا سيدنا محمد والآلي وصحبي واصلني من الزلزال. يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمعالي. يا ربنا صل على قطب الكرام سيدنا محمد بلا انشرام وآله وصحبه وتصرفه لغير لحب ما أسعى ينصره. يا ربنا صل صلاة بسلام على سبيل الشفاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال وتقن الحرج في دنيا وفي أخرى أياما لأطعب المألف وتقن الحرج في دنيا وفي أخرى أياما لأتعب مألفي. يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار صل وسلمن يا واهب الرجوع هل تغربي بغير جوع وسلمن يا واهب الرجوع هل تغربي بغير جوع. يا ربنا صل صلاة تدخل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبي المحرم عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعزم. يا من كفاني النفاق والشكوك قبل به ورلت لي به الملوك ورلت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي قبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية. يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا أطلب ما سلام قد يزعزع الأذى لغير نحوي ويستفي منفذا على الذي لست أرو مبدلا بوسيلة إليك سعونا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مصيب الضلال. يا ربنا صل صلاة تطوي هني بتصليم يديم وعفوي على الذي أسري الاتباقي به بلا نوم على البراقي سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذي تقدمي
وآله وصحبه واخبر نظام عبدك سعى وقل له بك الغزام واكشف له بلا عنائل الحجب وإنك أجهله مسرة النجوم وجل نظامه بين عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وقل سلامك دواما كل حين للمنتقى وللعباد الصالحين وجل بنائي به مساجدا إنك لي والتقني المفاسدا وتجعلني كل من أخدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا 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 صل وسلم وتبارك سرمدا على نبيك رسول احمد وهو الذي سميته بمجتبى ولا والاصحاب اهل الاتباع وصل بتقديم يا رحمن على الذي به اتى الامان وهو الذي سميته بمنتقى ولا والاصحاب اهل الانتقاء وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفى بجملة الأخيار أنت ولي ونبي وسيرتي صل عليه ولتتم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساركنا إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أسأل ساكنا لكنت في دنيا وفي أخرايا وأبدا تقول لي بشرايا وتقن الغرور والنسيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذات وجه إليك يا صمدي متكلا عليك قلت له ذات قد قلت ذات وجه إليك يا صمدي متكلا عليك قد قلت ذات وجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على نبي ناوي شبين بالكتاب مطنبي ملك صلي والتسلم سرمدا على الذي أمره قف مدا وهو الذي سميته مفتارا وكله في أبد ما اختارا وآله وصحبه كما خدا كل بين لك وزني رخدا قد قلت لي العلوم والغرورا بعدد كفيتني الغرورا يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رداك لي قلبت الهوى وهب لي بالمنتقى المبرائي كونك لي وسنت لي أسراري فصل سرمدا عليه بالسلام يا باقيا لي لا تواجه الملام يا ربنا صل صلاة تغني كل بها أن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينامر قلبي وتأتيني المنى والبشر في كل شيء لجنان راضيا أرجى بما تحب لي ماضيا على الذي بي أروم كل ما أروم من كشف المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبه من قد ما أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جانب الأقدار وقلت لي العزمة من فسادي وجملة القلاة والفساد يا ربنا صل صلاة ترحم إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي خمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وقادني دنيا أخرى أجرا بلا حساب رافعا لي ذكرا وقادني دنيا أخرى أجرا بلا حساب رافعا لي ذكرا وقادني دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لي ذكرا سيدنا محمد والآل وصحبه مساجي أزيل سالي وجدت بتمكين والرسوخ وقلت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي أهجنا ولي سواي يرتهي ضيف الزمان وقل صلاة بسلام عالي إلى الذي قيمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي عمر ملي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وعلا
وأدبا وفهما وجدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قل خير صلاة وسلام إلى الذي خدمته تمحو المرام وهو الذي منك به نلت المنى بلا إسعاف أو عذاب أو عنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت لي سلاما والأجر والثواب بلا ندامة يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف ما سلام جالد خير الأمم بلا إذن ولا جوان ولا فتم على نبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخالده بشارتي به وخلي الكون سروره أن الأساس سوني يا ربنا صل صلاة نانية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولآل وصحبه وكل منتني يا ربنا صل صلاة نانية على الذي كنت دائما راجيا ولي حقق ولي حققت رجائيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك رسول أحمد وآله وصحبه يا صمد كما به وهبت لي أمالا وقد محوت الضر والضلالا يا ربنا صل صلاة بسلام على نياب الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لغيرنا شيطان قد أنفا صرف في ظاهر وباطن بغيره توجهي لجهته أو ميري يا ربنا صل صلاة بسلام على سيدي شفاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه المزازي الضلال يا من وهبت لي في دنيا وفي أخرى يا ما محا أساك الأسفي وهبت لي بركة الباقي الكريم وقيتني المكر بجاهه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على أبواب المنتقى على نبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وأوثني يا ماحي النفاق والشكوك ومغنيا به عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلبه إلا في دارين خيرا أطلبه مع سلام دافع لخيري ما سأني وليتيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك قد أعبد ما سلام لي يخلد البشر على النبي المنتقى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلته وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك أني كما كفيتني كيد الملوك قبل ولا توجه الغرور لي أبدا وقلت لي البرور صل بتسليم بلا نهاية على نبي ذي العلم والهداية صل بتسليم بلا نهاية على نبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآل وسهل في الحال وفي المآل يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعها من كل ضر مع سلام جالبي بلا أنا لي أفضل المطالب من كل دور ما سلام جالب بلا أنا لي أفضل المطالب على نبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليل سمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رداك ورداء فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لي الهدى بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن وليقول البشر والبدادة دنيا أخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآلي وصحبي يا من وهب لي نوالا قد محا كل تهب يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي الهاشمي أحمدا
وعلي وصحبي وخير لي في كل شيء غرورا ربي كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخذت لي منفحة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وسليا عليه بالتسليم في لال وصحبي ذي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على رئيس الأسنى سيدنا محمد والآل وصحبه الأسد ذوي القتال يا من بهم كفيتني العطانا وكل شيء يجلب الشقاء وقلت لي بشاة مؤبدا لي سبعا وردا ومددا وقلت لي بشارة مؤبدا لي سبعا وردا ومددا وقلت لي منك بهم صلاحا ولي بهم تخلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والأمل والآداب لي قلت والصواب والزواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قعد معافيا بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة رسلي وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربيا كما مدادي بي وقلمي جعلت مثل أصف وأصفني كما جعلتني بي مثل سحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وليت من لمن جميعا خسوات حضر قبل وأجت الدعوات وليت من لمن جميعا خسوات حضر قبل وأجت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وقلت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عباده مرضية مقبولة سهالة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر عاتية ما صلى من مذهب لغيرنا سوءا وضرا وسوسا في ميرنا ما صلى من مذهب لغيرنا سوءا وضرا ويسى في ميرنا على الذي ماء النمير نبها من يده كما عند كما عنده وقما على الذي ماء النمير نبها من يده كما عنده وقما سيدنا خليلنا حبيبي محمد ذي القرب والتقريب ولعلي وصحبي ذوي العبادة كما إلا يقول تخرق العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي برية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا ولا وسرمدا صل وسلم يا كريم عليه في الآل وكل ما أروم يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبيك رسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العلمي للمسلمين ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بخير نقما واعصم بجاه منتقى كليتي من غير سهو والتساف نيتي واعصم بجاه منتقى كليتي من غير سهو والتساف نيتي واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم روض ذان ذان خير بركات وسكنات اسكرمان والحركات يا ربنا صل بتسليم سماء يا ذا الهواء والأراضي والسماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد منظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسواي نادما يا من كفاني بالنبي سادما وانصر علي بركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر وجل جهادي وبيوعي ماضيا خير جهاد وبيوعي راضيا ولي أوزل ما يزيد حمدا يا صارفا إلى سواي حمدا يا من حماني بأجل ديني يا رب يا ملك يوم الديني صل وسلم على خير النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أبكوني سرور البرر يا من قبلت الدرر المكرر وهب لي الكتاب دون ضرري وكل ينسي من عدا وثرري وجده كليتي خير تقى يا خير منزل يجود بارتقاء محوط سوء الظن عن قلوبي قبل الأزال جدت بالمطلوب هديتني بك صراط المستقيم يا مذهبا عني جو
الجوانب السقيم بك انطعمت وأنت يا معين يا من لغيره يودي اللعين كفيتني ذا حذب وذا ضلال بغير تضليل على يسوع الجلال ما أوت أن يقصدني عدو إلى جنان الخلد يا مرهو لجوت بالهدى وبي تقابلا مثل فأنت خير من تقبلا آمنت بالغيب وجدت بإقام الصلوات الخمس بجلت المقام أردت بالغيب وجدت بإقام الصلوات الخمس بجلت المقام أنفقت فيك من حلال طيب قبل بخدمة نبي طيب آمنت بالكتب التي أنزلت جميعا وتوبتي قبلت لي غفرت ما تقدم وما قد كان ذات آخر مقوما يا من أمرت في صلاة وسلام على نبينا الذي محى الملام بي تقبلا بقدر عظمة ذاتك يا باقيته المقدمة وإنك جعلها قبيعة لي وبرضا فاق ظنون كليا يا ربنا بجاه خير رسلي عليه خير صلوات المرسلي وآله وصحبه وقتلي من رعب ما يسوني يقتلي وسلمة صلي عليه بسلام فلال وصحبه مصابيح وسلم سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الانبياء ثم على ملائكه الكرام يا من بهم تقود لي مراني يا ربنا بجاه جبريل الامين من بالامين قد بعثت للامين جلي باسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وجدوا يا رب صلاة منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجاه ميكائيلا يا من به خلت لي تنويلا أزرت من لم يطلب المسرتي بكن كما سقت لهم مضرتي أزرت من لم يطلب المسرتي بكن كما سقت لهم مضرتي ولي سلامك عليه والتهب لي هنا يا من بعد عزاب يا ربنا بجاه إسرافيلا هب لي ما يخلد تمثيلا وقو سلامك إليه وفيا إذا النحو قبل أذن وبشفيا يا ربنا بجاه عزرائيلا كف لي غير من حو تضليلا وقو سلامك إليه وقدي لي بسر في مواضه ومرقدي وقو سلامك إليه وقدي لي بسر في موازه ومرقدي يا من بي وليت عن عيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صدق قبل يا من بي انتفى الأسى والكبل لك خطابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفعل الحكمة وليت قبل اليوم عما بعت وبالكتاب بعده شرعت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا منايلي قلت كفيتني المرام بالمنتقى فاخبر بي هذا الكلام احمد ربي الذي قد شفع سيدنا محمد الشفع وولدي له جميع الانبياء كرل اذهان سلاما ربيا عليه في لال وفي سهب ما جملتهم كما هدالي قما عليهم ازكى صلاه بسلام في عليم وسهبه بلا ملام يا ربي ارلى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافه ولا خمول صلي بتسليم على محمها بك لقائي هداك فمها يا غافرا محروي بي يا سميع يا من به أجنى تضري الجموع صلي بتسليم على شجاعي كما هدا جملة الأوجاعي ووهب العزمة لي وصحها كليتي بكفة مصححة يا من به بغيت ذا إيماني بكمال الإسلام والإحسان صلي بتسليم على ما انتعد سيدنا محمد من لم يعد وآله وصحبه والقافية يا من سلبت لي النور القافية يا من حياتي جعلت نافعة بك إلى خير الجنان الرافعة سلم بتسليم على المشفع في لال وصحب رجال الأنفع يا من حياتي جعلت سافية من كدر من كل داء شافية نافعة لكل مسلم ومسلمة معصومة من مجرم ومجرمة
نافعة لمسلم ومسلما معصومة من مجرم ومجرما صل على وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت ثالثا وجنة عن كل سوء وسبيل الجنة صل على المختار ذي اللواء كما به قد سرت ذا احتوائي ما سرت في دارين من عطائي بلا تكلف ولا غطاء يا من إلى سواي أزهرت اجمبي صل بتهذيب على نور ربي ونور خيره من البرايا كما به تقول لي بشرايا يا ربي صل على خير نبي محمد مع سلام مذنبي وآلي وسهبي يا من وهب لي الهنا ولم توجه لي رهب يا من عصمتني من قلعتي وجدت لي بسرفي وسرعتي منذ على خير الولا صليتا وبرضا كلي قد حليتا وقد تضرعت إليك بالدعاء يا خير من دعا هدى إن قد دعا لكونك الرب لكونك الرب وكوني العبد لك ولي خير خيور يبدا لكونك الرب وكوني العبد لك ولي خير خيور يبدا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من به محلانا ولي قضيت الحاجة استغنائي بك مع الشكور والثنائي صل بتسليم على خير البشر من لي تواصل به خير بشر سيدنا شفيعنا محمد والي وصحبه والحمدي يا الله صل ابدا وسلما على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد وكرما كما به لي تديم الكرما يا من به خير ردائك محا اني وان تغسل لجلي فمحا صل بتسليم عليه وجعلا نظمي يسعى خير جزاء يرجعلا يا من محا اني يما مني صدر من اللغى ولي لا تهلي الكرر صل على خير الورى العظيم وقل له تبشيرة النظيم يا من بفلك غفرت للجميع ما جاءني من ذنوب يا سميع ونيتي جهت خير من عمل وبرضا لي تواصل الامل صل بتسليم على المقدم كما تواصل اليه خدمي يا من يقول لي خير قوتي كما جعلتني من الوقوتي وفرغة الساعات والايام في نوم والجلوس والقيام وفرغة الاعوام والشهور وفرغة لجملة الدهور وفرغة المختار والصحابة كما كملتني على صحابة وفرغة وفرحة الملائكة الكرام يا باقي أن تقود لي مرامي صل بتسليم على المعظم يا باقي أن قد كنت لي برعصمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا وجه سلامي القديم الباقي ذي الأرضين صره والطباق إلى نبي محمد والآل وسهل في الحال وفي المعالي بجملة رسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميع وقل سلاميك إلى الزمانية في جملة الأملاك وسر الفانية من اشتري الذي صرفته إلى غريك ببدل يبقى إلى يا من نظامي صلاة زاكية جعلت أزهرت هداية باكية يا من نظامي صلاة زاكية جعلت أزهرت هداية باكية إلى سواي ولغير ماليا اخترته ولتكون ماليا فلك شكري مع حمد خالدي يا غافرا لوالدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفعال يا مخفي بكونك الفعال ما أختار يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفعال ما أختار يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفعال ما تختار ولي كتابك خليلا سارا وغت لي بأمن أنسارا صل بتسليم على من راضيا أني كما بك محا مراضيا يا من بي قد سرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما ليقير من مباحي ما سبى كل يدي رضا صل بتسليم على خير الرسول كما بي قد كنت لي بخير زول وآله وصحبه وفرحي
كليتي وتغني عن أن ترحي واسري بفلك القلوب الظلمة لغير الضر مسلم ومسلمة ولا تواغذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لغير ما لنا يجور حرجا وأيش الشيطان أن حيث وأي شيطان حيث كان من وصف بك لي إسكانا وأي شيطان حيث كان من وصف بك لي إسكانا ومتوجه الليل والهدى لما يسرؤني والسحسي من عدا وجي أزال عداء والأبدانا لغير ما لفترته بردانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلصا عادتي وبهدي فانفعي يا ربنا بآية وبسور قل لي إلى جنان أبدع السور يا ربنا بالمنتقى خير البشر قل لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولا لي وصحبي بحق الفاتحة وذكري قل لي ليهد مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لخطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل لجان الله كل بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في دارين ما يغبطني به سواي والتسافي عتني هب لي يوم الحسر ربي عجبا يغبطني في الخيار مجبا لك لجنات النعيم يا عليم كل يديه بعدة ما علوم هديتني بك صراط المستقيم وبالسحي قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فراح وكنت لي إلى جناني بالسلام أدخلتني في قلب كل ذي فراح وكنت لي إلى الجنان بالسلام لي بشارة تدوم للجنان وفي الجنان وتطيب للجنان لك توسلت بحق البسملة يا من أسمتني بحق الأسبلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه لعبد ربي خديم المصطفى فيه المقدمة نورا يصطفى لعبد ربي خديم المصطفى فيه المقدمة نورا يصطفى أحمد ربي وأمدح الرسول صلى عليه وحباني يبسول واحد الله ولست أشركه شيئا به حين سواي يشركه لو أفاول أموري بالنبي عن كل ما لم يرلز التجنبي لو أفاول أموري بالنبي عن كل ما لم يرلز التجنبي أذكره جل على كوني له وكوني لي بمن قد فضله هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه أقول لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه لو من الله صلاة بسلام أبغي كما محى العيوب والظلام لو بآله وصحبه الكرام رمت سلامي الذي أعطى المرام إني أقول ذاكرا وشاكرا لله من لي طيب المشاكرا الله ربي وولي أبدا أبته وخير لن أعبدا لو علي كوني الخديما لمصطفى الذي حوى تقديما لو صلاة منه جل بالسلام أني يرمت وحباني بالكلام هو تعالى مالكي ورافعي وحافظي ورازقي ونافعي هو تعالى مالكي ورافعي وحافظي ورازقي ونافعي محمد صلى الله عليه في الآل وصحبه ومن والاه حجبني الله عن الأسرار به مقدما لدى الأبرار محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه كما أعلاه مع توجه الأزال وصرف باق به ضري لخيري فانصرف دها مدادي لشكر كوني خديم من جعل نور الكون رسولنا أحمد عز العربي وزينة العجم أهل أقربي سلام ذي العرش العظيم عن سلا على الذي به أسمت من قلا وجه سلاميك لأفضل البشر في الآل وسعد وخلد البشر للمنتقى قل مننا لا تنفدوا يا خير مغنم لهداك أحفدوا أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون ضر خيرك
لك سماء والأرض والهواء كما على عرش لك استواء لك البلاد والعباد ولك البر والبحر رأينا فلك هب لنبي المنتقى بالانتهاء في لال وسع بجميع مصدها صل عليه سرمدا وسلما في لال وسع ومن قد اسلما لو تريد دار صلاة بسلام هني منك يا قدير يا سلام للمصطفى ولال والسهاد اكتب سلاميك وصم سهادي اوزن له جملة ما يحب في لال وسعد فأنت رب أنت الإله والواحد القهار لك البحور ولك الأنهار أنت الإله الواحد القهار لك البحور ولك الأنهار لك بلاد مثاي من برايا يا من به تقود لي قرايا لك تهي دنيا وتلك الأخرى يا من جعلت كونه لي زخرى هب لي نبي المنتقى سيف حيث بدا هب لي نبي المنتقى حيث بدا أو غاب ما استهى صفاء أبدا تسليمك ناني عليك بالكرام من آله وسعدي بالانسرام عليه صل وسلم في أبد في الآل وسعد كما مع الكبد إليه في مدينة المنورة قد خدني يا محسن قد صورا للمنتقى المجمل الجميل قد خدني بالشكر والتجميل اقبل صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب الولا عليه صل سرمدا مع السلام يا من كفيتني يا من كفيتني كل مرام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له لآله وصحبه اكتبه خير صلاة وتقبل كتبه يسير له جملة ما تعسرا على سواه وفيه ما عسرا هب للنبي المنتقى بسعد عظام عبد حروفي من بشارات عظام ولي لأفلال البرايا يا قدير يا خير مغن بالإجابة الجدير للمنتقى أوجه البشارات الكريم يا من لديه منا ليس الطريم له بآله وسعده رجال أوجه المناه دون كد ومجال مرتليا عن سهبه ذوي الكمال يا ذا البلاد والعباد والجمال بارك بجاه المصطفى في ثالثام وجره من بعد ايادك العظام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في القيام إن القلام هي كما كأهمال السحاب يا من كفاني ضر الريح وسحاب إن القلام هي كأهمال السحاب يا من كفاني ضر الريح وسحاب للمنتقى أوزن جميع ما يدي من خدم مني وأمن حيظي هديتني هداية منتبذة من آلها أصحبتك منتبذة وجهت لي زمنها ووجهها إلى سواي حدها متجها سني وسن ما قيل لي مع المفسدة ولا توجل هدا أو حسدا حكم جلي بخير حكمي وجل فؤادي ذرب ذكر محكمي بدي وهبي أن أكون أكبرا آيات باق يبدي يباهي كبرا هدمت باطلا بحق المصطفى بك خديما للنبي المصطفى هدمت باطلا بحق يصطفى بك خديما للنبي المصطفى بقية المزيل ربي الكريم ذكرا وشكرا وثناء الله يريم ولي وسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخيره به نفع العين بقية المزيل وللكتاب وللحديث دون زجر أو عتاب شهد لي بذا رقيب وعتيد قبل وربي قاد لي خير متود شهد لي بذا رقيب وعتيد قبل وربي قاد لي خير متود قد قدس عن مالك متليا وعن وسيلتي واني راضيا يا من وهبت لي كل ما احب ولسواي ما لست احب صلي بلا نهاية مع السلام على وسيلة المستعصي الظلام سيدنا محمد والآل وسند في الحال وفي المعالي وبالذي هنا أقول اشهد لي وقلبه واقبله مني وببسر جلي وبالذي هنا أقول اشهد لي واقبله مني وببسر جلي
بايعت قبل في ربي الأول وسيلتي والله ربي والولي بالقلب خادما له بقلني كخدمة شهاب ووصلني ومني يسترى الكريم كحبلا إقالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقلب ذي الحجة فخر الحرم إدى أهوام بذكره العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له ومراضيا وزاكرا يا نافيا إلي جر المنفع وقلت لي درجة المرتفعة لسد كوني عبد ربي وخديم كوني عبد ربي وخديم ولوسيلتي التي سيادة تدوم لسد كوني عبد ربي وخديم وسيلتي التي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لجاد بالآيات قد كنت شاكرا بلا تخرب ولا أذن لله ساعة قربي مرتليا أنه وقعد لي المنى وبي يباشر جميع الأمنا قد كان لي رحمن بالأمان لطابت الحياة كالزمان معوت ما مضى بتوبة النصوح بشارة لكل بارئ فسيح مع إلهي بقدر عظمة ذات الإله ذات الإله وهي المعظمة جملة ما لم يكن أكبر رضا مما إلي جره سوء قضاء يا خير جالب وخير دافي وخير قائد وخير نافي قد بنت تدبير بتدبيرك لي ونقض البيع بطيبك الكري يا خير حافظ وخير ماكري وخير زائد منى لشاكري يا خير حافظ وخير ماكر وخير زائد منى لشارك رضيت عنك زام كوز شاكرا متهنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساءني لكونها لك كففتها عن طلب من غيرك مددتها نافعه بخيرك لكل مسلم وكل مسلمه وقيتها كل بلا ومظلمه يا خير ناصر وخير غافر وخير من سخر كل كافر منهك افضل من الاحصان من ملك او جن او انسان لكون ملكك هو العطايا بما فيه العيوب والخطايا وكون إنسان البرية الحجاب على الذي فضلته مع احتجاب أما أطاؤك فلا يعد وليس يحسن ولا يعد لذاك خاصة هداء كنت لي بتنبيهم قبل وسري سنت لي مد يدي إلى سوى مغني اتداء في سري والعلن إني اعتداء إنا وجدنا ما كريم وعدا حقا فهل وجدتم لسوار أوعدا مد يدي لغير ذي الجمال لم يكن عندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى قرايا وودني صغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث هنا بنعمك إذ كنت لي إذ قدتني وكنت لي بكرمك فقلت مثنيا عليك راضيا عنك وبردا أدوم معليا صلي بتسليم على المشفع ولا لوصاب وكس والشكر يرفع صلي بتسليم على المشفع ولا لوصاب والشكر يرفع يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يشارك بشيء ضاها وأن يماثل وأن يباها نبهتني وسبتني انتباها صلي وسلم سرمدا نهار العالمين يا من لوجهك الكريم لا امين الى سواي ما نهيت مطلقا سرت باستراء ام به المطلقا قد قدتني يا خالقي وكنت لي وعطني عن الاسى وصنت لي ربيتني شفيتني من دائي كما كبيتني سمعت دائي ربيتني هديتني شقيتني كسبتني اطعمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجذبا عن البرايا طرا منتجئا اليك بالمختار بافضل الخدم ساستتاري فقتني به اليك يا جميل فسرمدا الى سواك لا امين يا من وهبت لي خير تحليه من بعد ما ربيتني بتحليه
صلي بتهليم على خير الورى كما وعدت لي منى وسورى يا من وعدت لي اجور الشاكرين كما ألنت لي قلوب المشركين ومن لدنك لي قلت علما قد فاق سني ومهوت ظلما فزرت خلك وحبك بلا تكلف ولا اسر ولا بلا عبدا خديما بمدادي والقلام وبسواها دون كد او ملام عبدا خديما بمداد والقلام وبسواها دون كد او ملام ولي تقود ما التهيت ابدا بلا اظن ان يختفى او قد بدا ولي جعلت خير بدر وثواب اكلي وشربي جالبات لثواب ولي جعلت النوم اعلى خيري ولي تقود منك على ميري ولي جعلت النوم اعلى خيري ولي تقود منك على ميري ولي وعدت انفع التلاوه وخدما تخلد الحلاوه صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم ذي المسايا احمدا وآله ما سعى به الكرام يا من يقول لي افضل مرام يا من وهبت لي عودا احمدا يا واحدا ليس يزال سمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد يا من على النبي صلي بسلام في آله وصحبه يعني في آله وصحبه عني يا سلام يا من على نبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قد أن بعبدك الخديم يا من يقول لي بشارة تدوم يا من وعدت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبشر في ربي مخلدا لبشري ولي بكونك الشكور اشهد لي وبالذي يزيد شكري جد لي يا خير رب كان لي ومنى علي بسري الذي استكنى صل على سيدنا محمد وآله ما سها بالحمد كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جعلت حكما واشكر شكوري واستجب واطلقي موسعا يا خير موت مطلقي وسرمدا صلي عليه بسلام وجل نظامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وحب قضيت لي حاجي من غير رهب قد كنت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام عبدا بجاه سيد الورى صلي وصليا عليه بتسليم أحمد كليا بجاه سيد الورى وصليا عليه بتسليم أحمد كليا يا واهبا وهب لي توفيقا وعند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أريه سبيلا محمد وآله وصحبه وسب خطي انقطاع اللحب يا من وهبت لي تلاوة كما تهيب يا وهاب يا من حكما لي بتلازم الكوامل الصحة مع الذي اخترته مع الصحة وبتلازم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنصرم قد لازمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي المداد وجدت لي في كل شيء بالسداد ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرا صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفلك البادي وجاهي نظيم واكتب له منك بذاتر النصيب عد حروفي بلا انتهاء بشارة وزد به لوائي يا من رليت عنك ذا استغنائي بك عن الملوك ذا الزنائي عليك مزلي جبت لي صفائي بلا معادات ولا جفائي عبدا خديما بالدوام العافية سرا وجارا ذا خيور ضاهية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي يا من عصمت كلكلي وجسدي كما نفيت لي سواي حسدي صلي وسلم ولتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وثبت الوالي عنك يا صمد يا رافع السماء من غير عمد
رضيت عنك ربي في الأيام رلاز في صلاة والصيام رضيت عنك الدار يا إلهي وعن حبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعزاء وجنتي سيدنا محمد فسرمدا صلي وسلم عليه وحمدا سيدنا محمد فسرمدا صلي وسلم عليه وحمدا سيدنا محمد فسرمدا صل وسلم عليه وحمدا سيدنا محمد فسرمدا صل وسلم عليه وحمدا بجاهه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من محا أني ما تقدم وما تأخر وكلي قدم صل بتسليم على المجمل سيدنا مكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بشر لم يكني سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبشر لم يكني وزد صلاة بسرعة من أبدا عليه بالآل ومن تعبدا بالحق من سحابي وتابعين كما لغير أبدا سخط اللعين أصغت ما أبريت فبارك أبدا فيما أغسته وما منه بدا وزد بأني منك ذو رضائي وبك شاكرا وبالقضاء كفيتني محرما ومسكرا وكل مكروه شرحت كالكلا جعلت كل ما أبهجته ليا خير رضا عندك إذ كنت ليا جعلت غير ما تركته لجا لي رباحا وهي لي لم تليا تقود لي في موضعي ودوري ما شئت يا من جدت بالبدور كذبت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما يحيى العتاب فتحت لي فتحا مبينا يا كريم وبيرا لي تقود مع أروم كفيتني ضر السماء والأرض ولي قبلت ما مضى من قرض كفيتني ضر الهواء والضرر البرد والحر وكل ذي غرر وضر كل ما غلقته وما تغلقه وبي هديت الأقوما كفيتني ضر البرايع مطلقا أهتحت كل مكرما ومطلقا ما أوطى أيدي بي تبشر الجميع ما أوطى لي من الله آلي يا سميع وبي تبشر الذي رآني وقتلي منافع القرآن وبي تباشر الذي رآني وقلت لي منافع القرآن يا رب كلي برضا وكن معي في أبد بما يسر واسمه هني ما أوتر بما تقدم وما تأخر قبلت الخدم وابتلي في البر ما كنت أروم في البحر من خير منع ليس تريم وقد أمت من تغوى السرى يا من ما لقى أنا ونصرا وقد أمت من تغى وحسرا يا من ما لقى أنا ونصرا وقد أمت من تغى وحسرا يا من ما لقى أنا ونصرا فسرمدا كلي بما أحب أنت الإله الخل أنت الحب تقود لي جملة ما أهواه يا من له الكون وما حواه كبيتني الحساب والأمر أعضى وبير لا تقود لي أغراضا سخرت لي الأعداء يا قهار وساقهم لغيري انقهار وبعضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فريد تعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسعا وخير إهتاق ولي قدسا ولي وهبت ربك وني جارا باقي لي خيري أصحاب الفجارا وكوني الدارين جارا مصطفى كذا به مع بقاء واصطفى الله يسلي وتسلم سرمدا يا خير من بخير نسمي حمدا وسد بأني قد رليت عنك وأنه طالبا صلاة منك الله بتسليم فوق عددي في آل والأصحاب أهل المدد وهبت لي بجاهي توفيقا وكنت لي خليفة رفيقا يسرت لي بجاهي العسيرا فسرت لي كتابه تفسيرا هديتني بجاهي مقدسا سري به فلا ألاقي حندسا وهبت لي في الأرض والسماء حبا وتامنا مع النماء حزنتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رشادا حمدا
خليتني قبل عني رسائلي وبهلق خليت بالفضائل وزد بأني عنك ذو رضائي وبهزيمتي عن المضائي وزد بأني عنك ذو رضائي وبهزيمتي عن المضائي بالذكر والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جناتي حليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني أهدي سنن حليتني ربي بأفضل المنن يا من كفاني أهدي سنن فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاه منك أروم فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاه منك أروم فصل سرمة وسلم يا كريم على الذي بجاه منك أروم ألا توجه إلي أبدا سألي جرو أصفا أو كبدا يا من كساني وسقى وأصبها واختار لي دنيا أخرى تبها سلي بتسليم على المشفه ولا لوسهد وكل يرفه رفني أكون فوق كل من يظنني غير حبيبه زمن يا مغنيا قد جل عن مشاركي صل وسلم سلمة وباركي على نبي محمد والآلي وسهبي يا من له سؤالي واذكر شكوري يا شكور الشكرا كليتي يقي أظن ومكرا وجهتك اليوم بشكر يبقى بقاء ملكك وتعطي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري الأقطابا فقلت والفؤاد مني تعبا وقلت لي ما لم تري الأخطابا لله ربي الذي لي رعلا هداية ومها الأمراض أنا في رحمن للرحيم من كان لي بالجود وترحيم شكري يا من أكسس بدالي أمامها النساء والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفعدي أزال جهلي فقمت محمودا إليه منه بي عليه ورليت عنه وقاد لي سلب والهدايا ولي سوى نهبي انتهت هدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باقي الخير رب أبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلا امتحان ولي سواي مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضه طرا لغير مغنيا بفيله حمد وشكر خلد الإكرام سرا وجهرا هذه كرامة لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وقد كفاني شرك الخناس والجن والخلق من والناس وسانني من آفة إدرائي وضرر التعليم والإقراء وضرر التعليم والتعلم وكل شيء جالب لظلمي حمد وشكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لا أشرك شيئا بي حين سواي أسرك وقاد لي الأمان والصفاء وقاد لي سرا كفى جفاء حمدي وشكري بهما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيري كما للمصطفى سرت خديما وانا لن استفى عبدا لغيره كما للمصطفى سرت خديما وانا لن استفى لله ربي الذي بزفري قد جاد لي في حضري وسفري حمدي وشكري وله اقبالي بلا التفات واطاب بالي لله شكر وكفاه المكرى من عبدي الذي ادعم الذكرى بقلبي وباللسان والقلم وبخديم المصطفى سعنا العلم ملازما زمنك ولا يريم لو يقود منه ما شاء الكريم مسليا مسلما عليه بآله زاخمة لديه يشهده بأنه قد قبل زمنك ولي رداه استقبلا لله حمد مع شكر وجبا من عبده الذي أراه عجبا كما له بلا أذن قد قاد المنى له تقود عرفات ومنى وصلواته مع تسليم على ابن عبد الله تعليم
أفضل من ربى ورقى من طلب مولاه وهي ما لأختار الصلب سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمالي لله ذي الجلال والإكرام حمد يجود لي بالمرام لازم شر يزيدنا هنا رمحا وأجرا ولذي ورلاء وهنا وصلواته مع تسليمي على رسول الله ذي نظومي سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيبي صلى عليه ربه في كل من يحبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أطعمني خير الطعام والهدى الألهمني وقد كفاني هداه المغوية وقاد لي منه فيوض المروية حمد وشكر بهما أحمد نعم كما يحبني دواما بالنعم لله ربي الذي لي قعدا ما تاب قلبي به فانقادا حمد وشكر قد يدومان بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر عظمة ذات الكريم الأكرم المعظمة مصليا على نبي المشفع عليه خير صلوات الأنفه مع سلامي بعلي الكرام وزبي وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قد سعد لي سري عن الكون معا وكان لي حمد وشكر قد يلازماني ويتزايدان في الأزمان حمد وشكر قد يلازماني ويتزايدان في الأزمان وصلواته بلا انتهاء على ابن عبد الله البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه وانقاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مهادعة أدراني حمد وشكر وصلاة وسلام منه على حبي جوامع الكلام سيدنا قروتنا محمد والي وصحبه والحمد لله ربي الذي سقاني خير شراب والهدى وقاني حمد وشكر وصلاة على وسيلتي له الذي علو العلا سيدنا محمد من سرت قديمه ودينه نصرت متقليا به عن الملوك كما به غنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا شكور لك هل يسر مدى شكور يا الله يا حفيظ يا معين بك لخير يقصد اللعين لك هل يشكر بارتجازي يا واحدا أكرم بالإنجاز فاشكر شكوري بقدر ذاتي وزد بلا مضرة لذاتي عصمتني من جملة الآفات لك ختابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه زهر سيدنا محمد والآل وسعد في الحال وفي المآل يا من وهبت لي خير شكري به كما صنتني من مكري ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل شيء جانب إلى غرر يا الله يا من يري ناس لقم يا من كفاني الحساب والنقم يا الله يا من يري ناس لقم يا من كفاني الحساب والنقم صلي بتسليم على المعظم والآل وسامي وكل عظم وسل بأني عن كراد عبدا بخير جيد لي وداك أبدا من هذه ساعة للجنان زاخمة للمنتقى الأضنان يا من خذوت عبده خديما لعبدك الذي حوى تقديما صلي بتسليم ما تكرمي على نبي المجتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي ليت قول الفجر سيدنا خليلنا الحبيبي بغية كل عابد لبيبي محمد وآله وصحبه وخط يجهل قائدا للحبي يا من عفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير غمي وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وهبت صورا قد خبت بي قبل مع المختار عن جملة الأكوان ذا استتاري عبدا خديما في البحور كائنا بك مع الخلق هناك بائنا أفنيت بعدا قد تنين للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين وجدتك اليوم بهذا رجزي وجدت لي منك بوعد منجزي وجدتك اللهم أيضا شاكرا من البسيط راضيا وذاكرا وجدتك اليوم بشكر النعم
عني قولا وفعلا أنت خير منعني. شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه اللمم. شكرتك اليوم بقلبي والقلم ولسواي يتوجه الألم. جعلتني عبد الإله وخديم رسولك الذي سيادة تدوم. صل بتقديم عليه يا منو من أما بابك يفوز يا منو. صل بتقديم عليه يا منو من أما بابك يفوز ويا منو. صل بتقديمك يا من حقق لي رجاء مبشرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باخر حمدا. يا من بفلك العظيم ضمني بك إليك لي مطيع زمني. صل وسلم سرمدا على نبي في اسمه وارفع شكوري مطنبي. يا واهبا منه أتت مفاخر اقبل شكوري قاده وآخره. يا واهبا منه أتى المفاخر اقبل شكورا قاده وآخره. يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي. صل صلاة بسلام ناني على سبيل الأرفع الأناني. صل على سيدنا محمد في اسمه يا من حمى عن كمدي. واسم شكوري انك السميع يا من اليه يرجع الجميع. وجل عندك احب شكري اليك دون غرر ومكري. لك شكري بفعلي والبدن وقد كفاني يهداك زاهدا. قد استجبت لي رضا دعوايا وقلت لي رضاك في هوايا. لله شكر دائم لا يضلى من الذي في عبد لا يبلى. مصليا على نبي العالمين على سمي العربي العالمين سيدنا محمد بحر ندى. يا من طردت كل شخص فندى بجاهه الى سوى ما اغتر لي. يا من ايالي بلدى يمير لي وجدتني بقلمي وباللسان وجسدي مستحار مع الحساب. وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مستحار مع الحساب. وجدت لي بقلمي وباللسان وجسدي مستحار مع الحساب. ملازما خيريك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين. لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له يستغي. لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يستهي. بفله منه ويرتجي غدا ألا يفارق رضا ورغدا. وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه سبي الهدى كما يقود زمني لي وهدى. لله ربي الذي استجاب لي ولا يواجب الحجاب. لي أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساق الكيدا. لي أبدا حمد يجور زيدا كما إلى سواي ساق الكيدا. وقاد لي منه إجابة ضعا من بعد ما ناجيت قبل بدا. وقاد لي مخجلك هو مخجلا ضمائري ولا يريني وجلا. وصلواته منه جل بالسلام على الذي به كفاني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه الخريز بالمآل. لله ربي الذي قد جعد لي بكونه لي الوصول قاد لي. لله ربي الذي قد جعد لي بكونه لي الوصول قاد لي. حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرهاية. وصلواته مع سلامي على الذي تصره أقلامي. وانقاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي. لله ربي الذي مني قبل كليتي وعنده غيري قبل. إلى جنان كل حمد والشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله علي كليتي وديعة وكان لي بنيتي. ظننت وهو عند ظن عبدك زننت وهو عند ظن عبده أني يخله وخل عبده. زننت وهو عند ظن عبده
أني يخل له ويخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في عبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء قبل وأنه وهب لي في دنيا ما اعتر لي فيها بغير دنيا وأنه خديم لي بسرايا في هذه دنيا وفي أخرى آيا وأنه إلى سواي صرفا ذري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب لي الكتابا ولي لا يواجهني تعبا وأنه ليختار بيه كحكما من اهتراها وأفعل الحكما وأنه أني يسلي بالسلام على النبي كما محا عن الملام وأنه قد هال قد أن عبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والآلين وأنه وهب لي عاداتي حتى خدت كامل ساداتي وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه خليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أصابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب بدر ويعطيني الدين أمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لي سواي لم يفي وأنه وهب لي وفي نبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلي عليه سلمة وسلما في أهله وصحبه والعلماء وأنه في وأنه بي يفرح الرسول في خدمتي التي تزيد خير رسول وأنه أني محا عيوبي كما به لجاد بالغيوب وأنه كما به لجاد بالغيوب وأنه أني محا عيوبي كما به لجاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ذري محيا وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تحليا وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باق ومعين وأنه وجهه لغيري معيسا مني بإذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه جعل ما كتبت كما كتبت وما كسبت وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري وأنه لي كان في تفسيري وأدوم التأمين ذا تفسيري كتبت في ذا اليوم أن ربي قضى حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله بني يكون الشيء الذي لم يكن ناليته سنين وهو أكرم من كل ما يمي إليه كرم ناليت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر البحر ناليت في البحر وبر بسور والآية من أحسن فلنا صور وجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بنت وجعت سنين وحدي لوجه من كفره سوء الجهدي أحرنت خير الخلق ما يديم بسر له إني له خديم فارقني الأعداء بتوحيدي وخدمة المصطفى الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مغجل جملة الهدان هذه الأحد زبدت عن ذات النبي والصفاء إدى تهوى من فل قادت صفاء كتبت موقنا بأن المصطفى صلى عليه ربه كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وأني أحمد سيدنا محمد صلى الله مسلما في اسم من على هلا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانقاد لي خير الزمان لله ربي الذي هادي قضى وليخلد بشارة القضاء حمدي وسبر وصلاتي يمها خير سلامي يا حرام جمها فيه الذي على الأجل افترق من الفضائل وقد هدى الفرق
سيدنا محمد والآل وصحبه وقاد لي سؤالي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لبيك ربي وسعديك والخير كله بيدك عبدك الداعي بين يديك قائلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا احمد وهو حامد والي وسابذ المحامد وانك القدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منه ان اكون الطاهرا وسالما على الاعادي قاهرا وان اكون ذا امان ووفاء برمه المحمود خير من وفى فصل سرمدا الهرى الأحيد الهاجر الماهي الفرع الوحيد وآله وصحبه وقدسه شريبه ونجني من عندسه وهدي الأمان مع سلامة وتقني الجفاء والملامة ومد مكاتبي معا ورقني لك بها يا رب والمكرقني ومهيوبي والتساكن جرني ما سعد وبهم بشرني أنت العزيز رب والجبار لك سخار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى خديم فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر بفعال وكلام ورم من كسر في العقائد بالجبر والتدم به فوائدي صلي على ياسين طالعقد ولالي وسابس بالمناقد والتجبر الهدابي لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجل مكاتبي من خير مهاد لكي جوار وكهج وجهاد أنت الذي بالمتكبر الدهي يا خير من يا خير مرجو وخير من دهي من يتكبر أنور لي أهله بجاه من فضلته وأهله بطاهر مطهر طيب من لك توجهي به كل زمان بطاهر مطهر طيب من لك توجهي به كل زمان وسرمدا صلي عليه بسلام بآله وصحبه جعل الظلام وطاهرا لي به من غيبي وغفرا يا كلها وغيبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي بردية يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببردية صلي صلاة بسلام جيدي على وسيلتي إليك سيدي وعلي وصحبي واسعد لي بكونك العبد وسولي قد لي بكونك المساور الغفارة يا ويسا خير لي الكفارة صلي وسلم من على رسولي ولعلي وصحبي وسخلي سولي واغفر به لخطئي وعمدي وارفعه إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهاب يا من نفع عن الأذى إذهابا صلي على نبي رسول رحمة ولا لي وسابي وزدني رحمة ولغير العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقى وصلبي بكونك الرزاق والفتاح يا من جعلت المصطفى مفتاحا بكونك الرزاق والفتاح يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلى الله عليه بسلامك حكما سميته قيما ندبا حكما صلي عليه بسلامك كما سميته قيما ندبا حكما وليها رزقا وفتحا يغنيان في أبد وكل ضر ينسيان بكونك العليم والقادر يا مجاد لي يوم الخميس بالضياء صلي على جامه وهو المختفي والي وسعد ومن قد يختفي وسلما عليه والتهب لي نافع علم اسفك اكتكر لي واني يقبل سرمدا كل اذى يا خير من كفى البلايا والاذى بكونك الباسط والخافض يا من هنجنا فيك فسوءا قل لي بكونك الباسط والخافض يا من هنجنا فيك فسوءا قل لي صلي وسلم على المقفى ولالي وسابي واني كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مفسدي جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مفسدي واقبل هداية لي دوام من وقفني لررهم والتفضني والتصفي
المحسنين بكونك الرافع والمهزا يا خير من رفعه او اعزا صل على من للمراحم بدا في الخلق مرسلا وحقا ابدا وعلي وسعدي وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع اليك املا مشكورا يا من له وجه الشكورا وليجد برفعه وعزه ودمني لشهداء الاعزه بكونك المزيل والسميع يا خير من راد الهدى جميعا صل على الهادي رسول راحا ولعلي وسعد وهبلي راحا ولأزل كل من عاداني بجاهي يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول وتهدني اليوم الى سبيلي بكونك البشير يا حكم يا هل اياما بلطيف سميا صل على الكامل والاكليل ولعلي وسعد ذوي تجميلي وليهب بصيرة وحكمة والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة وتوبيا ولجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا امتحان وزد تسليما على نبي المدثر المزمل ولعلي وسعد وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروض لي كفورا صلي المطار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالله الكرام وسهبي ولي كامل المرام وهبي التعظيم والغفران بجاهه والتقني الخسران بكونك الشكور والهليا من ارتجي منه قبول سعيا صلي على الماه سبيل الله وسيلتي لك نبي الله وآله وسهبي وسلمي وبي بشر ربي كل مسلم واذكر به كليتي لياتي لا أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى مناي والملفوظ صلي على البر النجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وسعبه ما سلام ومدى قائدي وفيلي والكلام وليهبيني لك الأكبر وضمني إلى سعاب الكبرى وفض بجاه العظيم كلي من المفاسد مان وكن لي يا رب ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صلي على ناصر الدين تسليمي ولا لوسائل ذوي العلوم وجل بجاه العظيم كلي من اعظم القرب ولتكن لي وانصر وانصر بي كل نصورا عزا وانك جهني بي معزا يا الله يا حسيب صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الانبياء ولعلي وسابي وذوي الضياء وجل حسابي ما مضى قبل الربي يا اخزا من امد اكسس المدي وليكن ما لا يكون ابدا لمثلي الدهر وبشري ابدا واقطع بكن عني جميع الحجبي لك جني سرور النجبي بكونك الجميل والكريم يا من يواجه لي تكريما صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انشرام وليهب بجاهه جلالا وكرما وتقني ضلالا بكونك رقيب والمجيبا يا من تجعلني نجيبا صل على مهي وساك المنجي ولا لوزا بسوي ترجي وسلما وحلي المراقبه ولي وجه سرمدا مناقبا ولستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر وتقني بجاه الأحزان دنيا أخرى وفني الميزان وتهيني وكل ياس من حساب وجل حياتي به خير احتساب بكونك الواسع والحكيم يا واهبا تجعلني حكيما صلي على مذكر المنصور ولا لوصعب ذي النسور وسلما وليخل التوسعه فيك وفي زار دائن وسعه وابي الحكمه والنزيرا وعلي الحكمة والتزكيرا والنصر واجعله مري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافع تهب لي تمجيدا صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك احمد العلا ولا لوسعد وحبل المدى وقرب منك ورضا اجدا وليهب بي صلاتي خفل خلف وان يواجه الي طرفا وليهب مجادة لن تكوني الا لمن رضيت عنه بكني
وليعب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له جهودا أوصي صلاة للنبي توبة ما سلام وفي كل حوبة صلي عليه في جميع الآلي وسابي واستجيبي سؤالي وسن جهاتي معه لبدري وبه منصرني وعلي قدري وسد توبتي وبهي وقبلي توبي وبهي وتكرم قبلي وتب علي يوم ومعيبي وجل مكاتبي كتب الغيب ولي أبي كل حرف ما يفوق أسمي من الخيرات يا خير رفيق في كتبي وكل يجهر كسيام وجل منامي مثل أفضل القيام ولي عدد قطرين لبحري وجملة الأمطار يا زل أفحري ولي عدد قطرين لبحري وجملة الأمطار يا زل أفحري وعد ما يديب فيما سمع فيها زمما بالماء قد أنت معمما وعد ما يذيب فيها زمما بالماء قد أنت معمما بما لي اختار لديك ويهلي جميع ذلك بكن ينجهلي مما لي اختار لديك ويهلي جميع ذلك بكن ينجهلي بكونك الحق وكيل صلي على الحريص أبك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبه بسر بكل مسلم وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهدى للهلا قد رقا وجل به كل لديك حقا يا خير هادي للهلا قد رقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يدي من عليك يتكل بكونك القوي والمتيتا يا مغنيا كي يكسب لي متوتا بكونك القوي والمتيتا يا مغنيا يكسب لي المتونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المتونا بكونك القوي والمتينا يا مغنيا يكسب لي المتونا صلي على المعلوم والشهير والعلي وسابي سبي التطهير صلي على المعلوم والشهير والعلي وسابي سبي التطهير وسلم من وقوني ورقني بيي وطرد والمكرقني بكونك الولي والحميدا يا من أوجه له تحميدا صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي لمالك المشمود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا اللهم وكن ولي وكن وكن ولي وكلي سمدا في أبد وكل يحمد وكل يحمدا وكن ولي وكل سمدا في أبد به وكل أحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مغنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر والآل وصحبه ذي التبشر وليهب بجاهه من البشر ما ليس يخطر بك الكلي بشر بكونك المبدي والمعيد يا من جعلت لي ربيع العيد بكونك المبدي والمعيد يا من جهت لي ربي عيدا صلي على وسيلة النذير ممضوه علي بالنزور وآله وصحبه وسلم وفيه فرح بي كل مسلم بكونك المهي والمميت وكونك الحي ولم تموت صلي على خير البرايا منشري ما سلام للأهالي منشري والي وصحبه والتحيي قلبي وكلي به يا محيي ومد عمري فيك والتسفيه فيك وفيه وانا ان اكفيه بكونك القيوم صلي بالسلام على نبي نور الذي جل الظلام والي وصحبه واصلها كلي به عبدا خديما مفلحا يا من كفيتني الاذى يا واجد يا من يروض لي الهدى يا ماجد صلي على سراجي والمصباح والآلي وسعب زبي الرباح وسلما ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني ولي أحمدا يدوم وحمني عن كل ما يوزي ورل زمني وجله يا ربي أما في سن
وجروا يا ربي أماني في صلاة وفي سواها وفي سغلي سلاة بكونك الواحد ربي الأحد والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد بكونك الواحد ربي والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد صلي على الهادي نبي المهدي مع سلام طيب مرلي وآله وصحبه ورغلي اليوم كل مسكر مسرك بالفضل وآله وسابي ورلي اليوم كل مشرك بفلي واجر هداي وهداك سجرا يكون لي عافية وأجرا واتق قلبي شرك والنفاق ورلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرليا بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى تصديرا سيدنا المنير بتسليمي والآل وصحبه وزير تعليمي ولي بمدد قد فاق وفي مبي خالد نفاقا بكونك المقتدر المقدما صلي على ما في الحوى تقدما سيدنا الله وزد خير السلام بهدي وسعدي عليه السلام وليهب جملة مال الأولياء تنبو بكن وخلد نيليا بجاهه يا من مها قصد القدر لجهتي ولي تطيب القدر يا أكرم الإساق ما أدخره يا الله يا نافع يا مؤخره صلي بتسليم على مدعوي وجنتي وجنتي مرجوي وآله وصحبه ووهني بمكائد هداية تهني وسير الجميع لي أمسارا بجاهي ورلي الأمسارا بكونك الأول والآخر يا زاهر يا باطن يا من ضغيا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وولدي وإنك الإله جل وصمد الرافع السماء من غير عمد صلي بتسليم على المجيب سيدنا مجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المعاصي اشغلني وآله وصحبه واجعلني في جيبه وبالمال اشغلني اغفر بي لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدما وزهري وباطني أصلح ما ولي بجاهي الأهالي يقمع وصلي يا ولي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما وتقبل كلي يا متعالي صل بتسليمي على نبي على نبي العفو به تعليمي ولا لي وسابك ما مديه أخذت بزماني في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرلي وآله وسابي وصليه بتوبة والبين بتوب والبيه معا وجود لي وآلي وصحبي واسهل لي بتوب والبيه معا وجود لي جل لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب ولي وجه سرمدا به طلب ليجد بالقرآن والمزاني فلك سري من ربي زاني حبيبي وبالكتاب ما أشاء يا أكرمني يفعل كل ما يشاء وليها فيها وفي كتابي كوني سابقا بلا عتادي وليها بها الخراط يغدا في الكرماء ولي خلد رخدا جلي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدوا بلا إفراطي أورثني الكتاب حبلي يصطفى وهبلي السبق بجاه المصطفى وسرمدا صلي عليه بالسلام في آله وصحبه جلي سلام وسرمدا صلي عليه بالسلام في آله وصحبه جلي سلام وانصر علي بركاته ما بركة سهبي ولي العداء ما واحمي حياتي برجال بدري عبدا قديما ولتعظم قدري وطل عنه وعن سهب الكرام
وسرمدا تغلي بهم فوق المرام، واجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني، ولي تلازم التلاوة ورقد الحيش مع الحلاوة، ولي كوني سرور الدهر وبذ كل سنة وشهر، وفرحة الأيام والوقوت ولي طيب مسكني وقوتي، ولي كوني حبيب الله بكل ما لطرت يا إلهي، وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي، وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام صمدي، بآله وصحبه وسعدي بتوبة والبيه سعلي سقدلي، بآله وصحبه واسعد لي بتوب والبيه وسؤلي قد لي، يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب، ومنك رمت القرب ذات ترقي مصليا على نبي الحق، ومنك رمت القرب ذات ترقي مصليا على نبي الحق، صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد، وتب علي وأهدني هداية ليس يكون بعد خوايا، وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي، وليهب مكارم الأخلاق يا غير هاد قائد خلاقي، زكيت النفسي فلا أنتقم لك فأنت المالك المنتقم، بل إنني على القوي والأمين أثني مصليا بتسليم أمين، صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المجتبى المحبي سيدنا محمد والآلي، وسابي في الحال وفي المعالي، وليب عدالة مع التقى في كل سين والتدم ليرتقى، أنت العفو ورؤوف وعفو فعفو هني في دارني يا من يعفو، أنت العفو ورؤوف فعفو هني في دارني يا من يعفو، أنت العفو والرؤوف فاعفو هني في الدارين يا من يعفو، وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه بتامين، في آلي وسهبي الكرام وليكن بالجود والإكرام، وليها فيك وفيه فوق ما رجوت يا غافرا لانتقما، يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيدك يا من يبيد كل شيء التشكير، صلي وسلم على الكريم والعلي وسامي ذوي تكريم، وسرمدا هب لي بلا حسابي ما شئت وجه الغربة حسابي، وتجهل الذي من الغماتي لاقيت قبل دكسش مماتي، يا الله وسال الجلال والإكرام يا مفنيا لجادل المرام، صلي وسلم على المكرم والعلي والأصحاب أهل الكرم، وسلي الدهر بأني راضي عنك فكاوي سرمدا أخرالي، هب لي بكل فوق الذي أرجوه يا من إلي عنت الوجوه، وتغني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب، وسرمدا صلي عليه بالسلام في لال وصعب ولذكر الكلام، أودعتك اللهم يوم الجمعة ودهة رجوت فيها المنفها، أودعتك اللهم كلي بلا تناسين يا من كفيتني البلا، وجل قائدي وقولي والأمل حقا وسغلي أبدا خير الأمل، أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم، هب لي يا مقبلي ما يغيب هب لي ما يغيب عن أنصاري، يا مغني يا مغنيا جل عن المثال، هب لي ما يغيب عن أنصاري يا مغنيا جل عن المثال، فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لم يخلقا، وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي، محمد صلى عليه بالسلام في لال وصعب ولذكر الكلام، مقسط يا جميع يا غني يا من له العرس كذا الكرسي، صلي بتسليم على المكين ولال وصعب ذوي التمكين، ولي حظ الإحساط في داع قائدي وأبي الإحساط في العقائدي، ومنطقي وعملي يا قائدي، واجمع بجاه العظيم بيني وبينه اليوم والزحزح بيني، وتغنني بك وهذه توسعة لجنة النعيم جد بتوسعة، أذكر جهادي الذي مضيت يا مغنيا في رجب أرضيت، أرضيتك اللهم بتوحيدي
ما سنائي على وحيدي وسقط من لدى شعبانا جهدي الذي بدا قربانا إن شعر بي الذي بالمنتجب قضى هوائي في شهر رجب وأترك القتال في شهر الحرام لوجه من به وقاني الحرام وصل في تقديم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المال ومقبائح ما وبدل جميعا رضا بلا تبدل واجعل بقية حياتي رضا إنك وجهني مقدما رضا وتصلي الظاهر والباطن يا زاهر يا باطن وارفع شأني والتقني النار هنا وفي غدي وليخلني رضا في رخدي وتغنني اليوم وأني تسببي وتقني كل أذى وتببي واجعل متابي خالصا من قدري وصل مدمقني سوء القدر واجعل بيوه رائحات أبدا يا خير موت مستر قد عبدا واجعل بيوه رائحات أبدا يا خير موت مستر قد عبدا واجعل حروفي كلها إبادة واخرب علي يا إلهي العادة واجعل صحيفتي يا ربي خاليا من الغيوب ومعاصي العاليا وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صل بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في قربتي تسبيني والآل والسعب ذوي الغناء بك وكلي والتزل العناء واليوم أخنني وبعد اليوم أني الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فتعطني فوق المنى يا معطي سقلي فوق غلبي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وصحبي مع السلام وتقني بجاهي كل ملام وارفع عني كل ما مني صدر ولم يوافق رضاي هذا القدر وبدل انه لي رضاك الاكبر حتى ارافق الكرام الكبرى ماني مصليا على الوصول مع سلام زائد وصولي.